بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله على كورس التست اناليسز. الكورس ده بيتاخد على جزئين، او هو فيه تو ليفلز. الليفلز الاولاني البيزك والتست اناليسز، والبيزك والليفل الثاني الادفانس. الليفل البيزك بنبتدي فيه بانترودكشن للويل تيستنج، بنتكلم على الايكويشنز شويه لان دي بيزكس، فبنتكلم على الديفيزيفتي ايكويشنز وعلى الحلول المختلفه ليها، السيمي ستيدي ستيت والانستيدي ستيت والستيدي ستيت سوليوشنز. وبعد كده بنكمل احنا بال الانستيد ستيت سوليوشن، وبنشوف اللوج ابروكسيميشن، وطبعا دي كلها حلول درو داون، وبنشوف مشكله درو داون ايه وان احنا بنحلها بالبيلد اب. وهنشرح ازاي ان احنا البيلد اب بيبقى اكنه اتنين درو داون. هنتكلم بقى بالتفصيل على السوبرفيزيشن برنسبل، ونتكلم لحد ما نوصل لهورنر بلوت، ولحد ما نوصل للتايب كيرف بنتكلم بقى بالتفصيل وبالايكويشنز كلها. وبعد كده بنتكلم على الويلبور ستورج، تعريفها وازاي بتتحسب رياضيا، وبنتكلم بقى على السيمي لوج اناليسز للاويل والجاز، التايب كيرف وصلنا له ازاي، الفلو ريجيمز المختلفه، الفلومتريك فلو ريجيم، السفيريكال واللينير والبايلينير. وبعدين بنتكلم على الباوندد ريزرفوار، لما يبقى عندك ريزرفوار في كلوزد سيستم بتشوف ازاي في الدرو داون، وبتشوف ازاي في البيلد اب، وليه بيبقى او امتى بلاقي فرق في التايب كيرف ما بين البيلد اب اناليسز والدرو داون اناليسز. هل انا محتاج ان انا اعمل درو داون اناليسز؟ انا الديفولت ان احنا بنعمل بيلد اب اناليسز، احيانا بحتاج ان انا اعمل درو داون عشان افرق بين كيسز معينه. هنشوف الفرق في الكلوزد سيستم وفي الكونستانت بريشر سيستم، ايه الفرق في الفلو ريجيم ما بين البيلد اب والدرو داون. وبعد كده هنتكلم على الفولتد ريزرفوار بيهيفير، بنشوفها ازاي برضه في الفلو ريجيم. وبعدين بنتكلم على الويل تيست ديزاين، شويه برنسبلز في الديزاين تعمل حسابك عليها وانت بتعمل ويل تيست ديزاين. يعني انت مثلا برضو احنا دايما هنتكلم على براكتيكال اكزامبلز، لما نتكلم على اي حاجه هنتكلم على براكتيكال اكزامبلز. يعني ده مثلا من ضمن الاكزامبلز، واحنا وانت بتعمل ويل تيست ديزاين بتعمل حسابك عليها انك هتقفل عند ريت قد ايه قبل ما تعمل البيلد اب. النقطه دي مهمه جدا، هتقفل على ريت عالي ولا ريت قليل. هنا في الاكزامبل ده احنا كنا قفلنا البير على ريت 20 مليون. 20 مليون في بير بالنسبه للاريا اللي احنا بنتكلم عليها دي، 20 مليون ده مش كتير. فانت لو هتاخد بالك هنا لما عملنا الفلو ريجيم الريديال فلو ما بانش اصلا، فانا مش عارف اشوف بيرمابيليتي. فانت هنا ليه الريديال ما شفناش ريديال، ما شفناش خط مستقيم بتاع الهوموجينيوس عشان اجيب منه بيرمابيليتي؟ لان الدرو داون كانت قليله جدا. شوف الدرو داون 16 بي اس اي، فانت مجرد ما قفلت ما لحقتش تشوف اصلا ريديال فلو، وصلت على طول للباوندري. دي كان الكيس دي، الفيلد ده بالذات كان البرمابيليتي فيه عاليه جدا، فال 20 مليون عامله درو داون 16 بي اس اي. فكان الحل عشان تشوف برمابيليتي وتقدر تحكم عليها هي زادت ولا قلت ولا حصل لها ايه، كان الحل انك تقفل على ريت عالي. فشوف هنا لما قفلنا على ريت عالي 55 مليون كان الدرو داون 135 بي اس اي. فشفت انت حته في الانستيد ستيت قبل ما تروح للباوندري اللي هي انت قدرت تجيب منها البرمابيليتي. ده اكزامبل على الويل تيست ديزاين، الكونسيدريشن اللي انت بتعتبرها. طبعا في بقى ايه شويه حاجات كنا هنتكلم عليها، الريتس انت تبتدي بريت قليل وبعدين تزود، ولا تبتدي بريت عالي وبعدين تقلل. هنتكلم كل الكلام ده بنتكلم عليه في الويل تيست ديزاين في الكورس بتاع البيزك. وبعد كده بنتكلم على شويه اكزامبلز كده يوزنج سافاير اويل دي اس تي اكزامبل، وبعد كده الدول بروستي ونستخدم الكيوي بتاع سافاير. وبعد كده بنتكلم على النوميريكال ويل تيست موديلنج، لان اللي باقي ده اناليتيكال وفي النوميريكال. وبعد كده بناخد اكزامبل على الموديفايد ازوكرونال تيست، وبعدين اكزامبل تاني على الجيج سيلكشن، لو انت عندك اكتر من جيج عايز تختار احسن ريزوليوشن فيهم ازاي بتختاره. وبعد كده هنتكلم على اكزامبل فيه الفيز سيجريجيشن. والاكزامبل ده بس اخر اكزامبل بنتكلم عليه في البيزك ويل تيست اناليسيس كورس، زي بيديك ايه زي مقدمه للكورس الادفانسد اللي احنا بنتكلم فيه على الفيز سيجريجيشن. وده زي ما قلنا مقدمه على كورس الادفانسد، اللي احنا بقى لما نيجي على كورس الادفانسد بنتكلم، يعني ده لو اتكلمنا على الليفل بتاع الادفانسد بنبتدي فيه برضو انترودكشن، بس بتبقى سريعه شويه لان ده ادفانسد ليفل. برضو بنتكلم سريعا على الايكويشنز واتعملت ازاي، لكن طبعا بشكل مختصر اكتر. وبعد كده بنتكلم على حاجات مور ادفانسد بقى، يعني مثلا ازاي بنحسب الافرج ريزرفوار بريشر. طبعا في اكتر من طريقه انك تحسب الافرج ريزرفوار بريشر، في اكتر من تعريف اصلا، هو يعني ايه في فرق ما بين الانيشال ريزرفوار بريشر والاستاتيك بريشر والهورنر اكسترابوليتد بريشر اللي هو بي ستار، وفي البي افرج ريزرفوار بريشر والفوليومتريك افرج ريزرفوار بريشر. في فرق من كل الحاجات ديت بنتكلم عليها، وبنعرف
امتى يبقى عندي البي ستار، امتى يبقى عندي البي افريج، امتى يبقى احتاج كوركشن، امتى البي ستار تبقى هي البي اي وامتى ما تبقاش هي. كل الكلام ده بنتكلم عليه في ازاي ان انا بحسب الافريج سوبر بريشر. وطبعا الافريج سوبر بريشر مهم جدا، لان هو ده اللي انت بتستخدمه في الماتيريال بالانس، هو ده اللي انت بتستخدمه في اي حسابات تحسبها محتاجه الافريج بريشر، هو ده الترم بتاع الافريج بريشر اللي انت بتحتاجه. فاحيانا بيحتاج كوركشن، مش بتاخده على طول من هورنر. يعني هنا ببساطه لو هندي فكره سريعه، امتى يبقى البي اي هي البي ستارت هي البي اي ولا لا؟ لو انت عملت فلو بيريود صغيره جدا فبتبقى البي ستار هي البي افريج هي البي اي، لان انت لسه ما عملتش هيتنج للباوندري، فدي الكيس. لكن لو انت عملت هيتنج لاي باوندري وجيت ترسم هورنر هتلاقي في فرق، البي اي حصل ديبليشن للبي افريج غير البي ستار اللي هي الامتداد الخط المستقيم. فالبي ستار بتحتاج كوركشن عشان تديك البي افريج، واللي هي بقت فيها سام سورت اوف ديبليشن عن البي اي، تمام. وطبعا البي افريج ده في طبعا عشان تحول البي ستار لبي افريج في اكتر من طريقه بنتكلم عليهم بالتفصيل في الجزء ده من الكورس. برضه الموضوع الثاني بنتكلم عليه في الادفانسد كورس هو الويلبر ستورج. الويلبر ستورج الديفولت والبر ستورج هو الايديال كيس اللي انت عندك وان فيز اونلي وان فيز في الويلبر بتاعك. لكن المشكله بقى ان احيانا بتلاقي بلس عجيبه شويه او غريبه في البراكتيكال كيسز. يعني هجيب لك هنا براكتيكال كيس تبص عليها. احيانا احنا بنلاقي حاجه زي كده، شايف البيلد اب وبعدين يحصل هامب داون كده وبعدين يطلع بيلد تاني وبعد كده يحصل هامب تانيه وبعدين يكمل بيلد. دي لما تيجي تشوفها في الفلو ريجيم او البايب كيرف بتاعك، تيجي ترسم اللوج لوج بلوت ما بتلاقيش خط مستقيم، فما بتعرفش تحسب برمابيلتي، تلاقي الدنيا بايظه كده. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل نون ايديال ويلبر ستورج، او نتيجه ان حصل فيز سيجريجيشن. بنتكلم بقى عليها بالتفصيل في الجزء ده من الكورس، وبنتكلم ازاي تعمل لها ديتكشن، تعرفها ازاي تفرق ما بينها وبين اي ما بين التو بروزتي مثلا بتحصل امتى، وازاي تتغلب عليها في البراكتيكال بقى وانت بتعمل ديزاين للكورس للتيست بتاعك. فده الجزء بتاع النون ايديال ويلبر ستورج. الجزء اللي برضه اللي بنتكلم عليه في الليفل الادفانسد هو الديكونفوليوشن. والديكونفوليوشن طبعا موضوع كبير، احنا بنتكلم عليه الديكونفوليوشن سيمبلي كده، انك بتحول كل الهيستوري بتاعك اكنها بلس واحده درو داون، فبتديك ديب انفستيجيشن جوه الريزرفوار بتاعك بعمر كل الهيستوري بتاعك. يعني انت لو الهيستوري بتاعك مثلا 2000 ساعه بتجيب بلس بريت ثابت لمده ال 2000 ساعه، وبتشوف جوه الريزرفوار ال 2000 ساعه درو داون دي شافت كام. غير طبعا البيلد اب اللي انت بتعمله، انت بتعمل بيلد اب مثلا 6 ساعات فبتشوف البلس بتاعته اللي هي الست ساعات. لكن الديكونفوليوشن هو تكنيك رياضي اكتر منه حاجه فيزيكس انت بتعملها، لا انت سام سورت اوف ماثيماتكس، يعني بتقدر تحول الهيستوري البلسات الدرو داون والبيلد اب الكتير لوان بلس درو داون بالتوتال هيستوري بتاعك. هو طبعا تكنيك قديم مش جديد ولا حاجه. يعني انت هنا لو شفنا انا هنا عامل بيلد اب انتهى عند ال 2800، لو انت عملت ديكونفوليوشن بيديك بلس كل ال 2800 ساعه اللي هي من اول الهيستوري هنا لحد البيلد اب ما انت وقفت هنا. انت لو عملت انزل البيلد اب بس الجزء ده لو هو مثلا 10 ساعات هيديك بلس جوه الريزرفوار ديبس اوف انفستيجيشن 10 ساعات. لكن الديكونفوليوشن يقدر يديك ال 2800 ساعه كلهم. طبعا ده شيء قوي جدا انك تقدر تشوف جوه الريزرفوار من غير ما تقفل بيلد اب فتره طويله. طبعا هو في تكنيك قديم شويه وهو ده اللي كان موجود من زمان اصلا، اللي هي الكلاسيكال ميثود، لكن هي ما كانتش بتستخدم، فيها مشاكل كتير في التطبيق العملي، فما كانتش بتدي ريزلت كويسه، فعشان كده ما كانش حد بيستخدمها. لكن ظهر بقى مودرن تكنيك تغلبت على المشاكل اللي بتحصل في الكلاسيكال ميثودز. المودرن تكنيك ده في سام سورت اوف اتريشن، وبيدي هو قوي جدا، وطبعا في ناس بداته وبعد كده في كذا واحد بدا يحسن فيه. بنتكلم على الكلام ده بالتفصيل في الجزء بتاع الادفانسد سوليوشن، وده الكورس بتاع او الليفل الادفانسد. وطبعا برضو بنتكلم على السلاك تيست، وبرضو بناخد ورك شوبس. انا مش عايز اطول اكتر من كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل، لكن لو حد عنده اي استفسار في اي جزئيه من دول، او في حاجات ممكن نتكلم عليها وحاجات تانية نعملها سكيب في اثناء الكورس مفيش مشكله. الحاجه اللي عايزين نركز عليها ممكن نركز عليها، الحاجه اللي هي معروفه وكويس الناس مش محتاجاها خلاص ممكن نعديها. وبرضو الكورس ده بيبقى فيه اكزامبلز براكتيكال اكزامبلز على السوفت وير. وبكده يبقى الكورس انتهى.